هنروح تاني لاستاد مختار التتش وهذا الاحتفال الكبير، والزميل احمد سمير معاه، الاستاذ طارق انديل عضو مجلس اداره النادي. اتفضل يا احمد. مرة تانية برحب بيكم وبرحب بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي اللي بيتهيألي مش بس استمتعوا النهاردة ومش بس احتفلوا بالنجمة العاشرة، لكن أنا بشوف كمان إن احنا استرجعنا لحظات ممتعة جدا، لحظات كل الأهلاوية ما يقدروش ينسوها، بتجسد لحظات نجاح، لحظات فرحة كبيرة جدا محفورة في ذاكرة وفي قلوب كل الاهلاويه. الحقيقه ورا كل ده مهندس طارق انديل واعضاء مجلس اداره النادي الاهلي اللي بيشتغلوا بشكل متناغم جدا، واعتقد ان هم كانوا ورا نجاحات النادي الاهلي اتحققت على كل المستويات مش بس الحقيقه الرياضيه منها. استاذ طارق اهلا بيك على شاشه الاهلي من جديد، ونقول مبروك طبعا الاحتفال بالنجمه العاشره. وخليني اتكلم على مظاهر الاحتفال النهارده اللي كمان مش بس كانت احتفال بالنجمه العاشره استاذ طارق، لكن كمان كانت فيها تجسيد لقيمه الوفاء من النادي الاهلي بتكريم رموزه، بتكريم لاعبين راحلين زي النجم محمد عبد الوهاب. الحمد لله ربنا وفقنا النهارده في يعني احتفاليه ترقى لمستوى النادي الاهلي ومستوى أيه. جماهيره فيها كل حاجه، فيها احتفال باللي احنا ما لحقناش نفرح بيه على مدار 8 شهور. كان النادي الاهلي ابطاله في الكوره، حققوا دوري وبطوله كاس افريقيا التاسعه أيوة. وحققوا العشره، حققوا سوبر افريقيا، حققوا كاس مصر، حققوا مجموعه بطولات زي العالم زي الثالث العالم. ما لحقناش نحتفل لتلاحم المواسم وتلاحم البطولات بولا بطوله منهم حقيقي. فمن حق جماهير النادي الاهلي انها تفخر بناديها وتفرح بفرقتها، ودايما وابدا النادي الاهلي نادي القرن في افريقيا. خليني اتكلم على دور المجلس في الفتره الاخيره اللي بالتاكيد قدم مسانده ودعم. حضرتك اتكلمت على ظروف صعبه خاضت فيها الفرقه مشوار في بطولات مختلفه، دور المجلس في ده ورؤيتكم ايه كمان للي جاي؟ لانه انت عارف جماهير الاهلي دايما تطلب المزيد. الحمد لله طبعا كمجلس اداره بقياده الكابتن محمود الخطيب بيوفر كل الحاجات المتاحه، كل الادوات المتاحه لكل فرق الرياضيه، زي تعامله في ملف الانشاءات والخدمات ما يخص الاعضاء والجمهور ولاعبي وفرق الرياضيه، كل ده مجلس اداره النادي الاهلي على اتم ما يكون بيتعاون في القصه دي. طبعا كلنا عارفين ملف كره القدم بالذات مجلس الاداره مفوض كابتن محمود الخطيب أيوة. في اداره هذا الملف. الحمد لله ملف بيدار باقتدار جدا. عايز اقول حاجه زي ما شرح كابتن محمود الخطيب في كلمته من شويه أيوة. كم الاجهاد والصعوبات اللي قابلها فريق الكوره. كان في يعني كان ليا الحظ كنت معاهم في سفريات كتيره في بطولتين افريقيا اللي هي التاسعه والعاشره. في واحده فيهم انا فاكر كويس قوي، دخلنا جنوب افريقيا المطار هناك حوالي 10 الصبح نركب الطياره، وصلنا دخلنا الفندق في الدوحة الساعة 3 فجر تاني يوم، لعيبة أبطال وكسبوا صن داونز في جنوب أفريقيا ساعتها أيوة رايحين يلعبوا السوبر سوبر في أفريقيا أيوة. حاجة ما شاء الله، غير بقى تلاحم ماتشات الدوري مع كل البطولات اللي حصل دخلوا فيها كفريق كرة للنادي الأهلي، ولم يشعرونا بأي حاجة فيها إن دي إرهاق عليهم أو إجهاد بالنسبة للعيبة، لكن فعلا ده جيل من اللاعبين وجهاز فني واداري يستحق كل تكريم. واعتقد ان الخطوات اللي دعمت بيها الاداره الجهاز الفني والفريق بلاعبين جدد، اعتقد هدفها تحقيق مزيد. يعني بعيدا عن كونك حتى في موقع مسؤوليه كاهلاوي، بالتاكيد انت مستني من الفريق ده كتير من الانجازات الموسم اللي جاي. الحمد لله هو باستمرار بنعمل كده، يعني لو ما حصلش كده في سنه بيكون نتيجه لاسباب معينه خارج يعني خارج موضوع مواعيد قيد او خلافه او أيوة. الكلام ده، لكن الطبيعي ان كابتن محمود الخطيب كاشراف على الكوره ومعاه لجنه التخطيط بيعملوا كده من اول سنه لينا في مجلس الاداره. من حسن الحظ الحمد لله كمان لو تلاحظ حضرتك يعني الاهلي اقر نظام موجود في مصر كل الانديه دلوقتي بتتبع زيه اللي هو نظام الاعارات. مظبوط. الاعارات ده ابتكرها النادي الاهلي الحمد لله، سياسه الاعارات في الكوره، ودي نتج عنها قيمه راسماليه كبيره لكرة القدم في النادي الاهلي. استفاد يعني الاهلي فنيا لما تشوف حاجه المواقع طبعًا المشهوره طبعًا. اللي هي حرفيه وبتقيم اصول النادي الاهلي كلاعبين، هتبص تلاقي تقييمات
تقترب من مستويات عالميه حقيقي. فالحمد لله. بالنسبه لاحتفاليه النهارده طبعا من الحاجات الجميله قوي فيها زي ما حضرتك قلت لمسات الوفاء طبعا. اللي هي ده الطبيعي برضو وده حق كل من هو اعطى للنادي الاهلي زي طبعا زي كابتن محرم راغب المهندس عادل القيعي طبعا. لهم بصمات على مدار تاريخ النادي الاهلي الحقيقه كابتن محمود الخطيب ما انساش اسم الكابتن محمود مختار التتش اللي احنا واقفين في الملعب اللي باسمه أيوة. كابتن محمد عبد الوهاب رحمه الله اللي توفى في هذا الملعب صحيح. لم ينسى ذكر اسم كابتن صالح سليم وكابتن حسن حمدي وكل من اعطوا وكل مجالس الادارات على مدار تاريخ النادي الاهلي. الحمد لله النادي الاهلي بيجمع بين الوفاء وبين جمهور عظيم قوي 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 في كل انحاء العالم هو ورا كل الانجازات دي كلها. ببارك لك مره ثانيه الف مبروك وزي ما احتفلنا بالنجمه العشرة ان شاء الله باذن الله قريب جدا يبقى لينا لقاء نحتفل بيه بالنجمه ال11 وتتواصل مسيره الانجازات للنادي الاهلي. بشكرك شكرا جزيلا وكل الشكر والتوفيق لمجلس اداره محترم الحقيقه بقياده كابتن محمود الخطيب بيوم باقصى مجهود ممكن عشان اسم وكان النادي الاهلي يكبر يوم بعد يوم. ألف مبروك لكل جمهور النادي الأهلي. إن شاء الله ربنا وفقنا وتكرر الاحتفالات دي كتيرة جدا إن شاء الله. الاحتفالات دي زي ما هي بتدي صبغة وفرحة للجماهير النادي الأهلي وعشاقه في نفس الوقت بتدي رسالة لكل من يعمل ويجتهد إن في النهاية إن شاء الله ربنا بيديله صحيح. وبيحقق نجاحات عالية صحيح. بشكرك أستاذ سارة قنديل على وجودك معنا شكرا شرفتنا ونورتنا ومبروك مرة تانية. وطبعا لقاءاتنا بتتواصل مع حضراتكم من داخل ملعب التتش مع أسماء ورموز وقامات النادي الأهلي اللي موجودة في احتفال تدشين النجمة العشرة النهارده.